التقطنا صور فوتوغرافية لبعض لوحات الفنان طيب صديقي في المعرض ديالو، عملنا لهم نسخة مزيفة وحطيناهم في أماكن اللوحات الأصلية. نشوف واشنو غادي يوقع لهم. مشاهدينا الأعزاء، رمضان مبارك، ادخل عليكم بالصحة وكل ما كتمناو. فريق الإعداد ديال برنامج جار ومجرور طلبوا مني مهمة صعبة وشاقة جدا، أنني نطيح الفنان الكبير ديالنا والأستاذ ديالنا طيب صديقي فخ ديال الكاميرا الخفية في إطار واحد البرنامج وهمي. ما كدبش عليكم، شداني الخلع من دابا، ادعوا معايا وبقوا معايا تشوفوا الحلقة. أسعدت مساء المشاهدين في أولى حلقات برنامج نجوم وفنون، واللي كان صادفوا فيها فنان شامل، فنان أغنى الساحة العربية بأعماله. وإلا ذكرت مقامات بديع زمان الهمداني أو ألف حكاية وحكاية من سوق عكاظ في سوق عكاظ أو الحراز، فما يمكن غير نذكروا الفنان الكبير ديالنا الأستاذ طيب صديقي. مرحبا بك أستاذنا، احنا جد ربي يخليك، احنا جد سعداء بحضورك معنا اليوم. وحنا كيف ما كنلاحظوا في هذا الرواق متواجدين كنشوفوا اخر اعمالك اللي هي عباره عن لوحات تشكيليه، يعني الرسومات ديالك فهي فطريه، كتلقى فيها بحال الكتابه ديال القران او هذاك الكتابه على الالواح. شنو ممكن تقول لنا على هذه الاعمال ديالك؟ هو انا كنخلي الناس هما اللي يقولوا، انا ما عندي ما نقول، انا كندير هذا الشيء تلقائيا. هذا الشيء ناتج على التكوين ديالي فعلا. وعلى ذكر التكوين ديالك، فتبارك الله عليك، انت انسان مثقف، عندك باك جراوند كثير، وكتتكلم باللغه العبريه بطلاقه، واللغه الفرنسيه احسن من الفرنسيين، واللغه العربيه بكل تجلياتها وتعقيداتها. فشنو ممكن تقول لنا على الفنانين الحاليين وثقافتهم المحدوده؟ اولا انا كنفتخر. باردون استاذ، فهم نبدلو واش السؤال ديالو مزيانه؟ السؤال مزيان صافا. وي بوركوا لا؟ شنو واش وقع؟ لا 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 لا، واش كاين شي رقابه هنايا؟ لا ما كاينش رقابه. بون اجو غفي، انا فخور بكوني مغربي، والحمد لله اللي درت في هذه البلاد، لانها بلاد الجمال وبلاد الثقافه وبلاد الحضاره الحضارات. أسيرة سي با بروفيسيونيل، باش نتوما تتعلموا الخدمة ديالكم. صافي صافي. باردون لا لا، عافاك عافاك. لا لا أستاذي عافاك. هاد الشيء نورمال اللي كدير، علاش غتهضر معاها؟ هاد كندير أنا هنا. فو نيت با بروفيسيونيل. صافي أستاذ. فو زيت أن أماتور. ما تبقاش دير هاد المهنة هاد البتلة. سير بيع لوقيد. علاش كنهضر هو كيهضر معاها؟ وفين وصل مسرح موكادور دابا؟ جاو شي فرنساويين زاروا هذا المسرح وقال لي اسكو فوز الي فيغ دو تياتر كونتومبوران. قلت لهم اودي حنايا في الماروك اون في با دو تياتر كونتومبوران، اون في دو تياتر كونتومبوا. سي بيان دي. قال لي اسكو فوز الي فيغ دو تياتر بريفي؟ قلت له بيان سور بريفي دو مويان. ايوا نختموا بهاد القضيه. شنو الرساله اللي كتوصلها لهاد لا جون جينيراسيون اللي باش حتى هما يهتموا بالمسرح؟ الله اكبر. اي 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 طاح بوحدو. انت دير الكلب انت. بركات. اش كيدير هذا؟ شتي اش كيدير؟ واش ديال كيدير ديال المسائل ديالي؟ ماشي تنبلاد هذا. بعدا غتعطيني سميت هاد خي هذا. صافي انا غنعطيك سميتو. غتعطيني سميتو دابا. اولا لا كلمتو استاذ. صافي هاك حيد عليا هادشي. هو ما جات تهرس انا اللوحه ديالك غير نهار الحلقه الاولى ديالي انا ديال البرنامج، مش حشومه عليهم. لا ولكن راه ما تهرس غير الكادر، ماشي اكبر حمار شفت حياتي هو هذا. لا وجهي عافاك. صافي الله يخليك. صافي لا صافي. عافاك عافاك. عافاك عافاك على قبل البرنامج ديالي. عافاك عافاك. يلا غير ارتاح غير ارتاح. قلت لك الله يمنزي.
نغني لك عمري حياتي ما شفت بحال هذا الشيء. صافي غير نسى نسى عافاك، لا حول ولا قوة الا بالله. لاباس عليك عرفتي علاش باش كي كيفاش كيحلف هذا؟ كيفاش؟ قسم من بالله ما درت هذه القضية. راه نشوف قال لي واحد في هذا اليوم تي اونكور جون، قلت له جو جون موا او موا دو رمضان. ام لا عمري نضر زين البذور بحالو.